بس النادي الاهلي طبعا اكثر الانديه الافريقيه حصولا على البطوله، فشايف ان البدايه ممكن تكون يعني فيها بعض الصعوبه، لانك انت بتلعب مع فريق يعتبر بالنسبه لك فريق جديد، ما لعبناش كتير معاه قبل كده، المعلومات عنه ممكن تكون مش كافيه، بس اكيد طبعا الكابتن حسام عارف كل كبيره وصغيره عن الفريق، لانه فريق جنوب افريقيا، وانت عارف جنوب افريقيا اصبح عندها تطور غير طبيعي في المراحل الاخيره وفي الايام الاخيره. انا شايف المباراه اللي هي الجايه النادي الاهلي امام الفريق جنوب افريقيا بتفيست، دي تعتبر مباراه طبعا صعبه جدا. فريق الجنوب الافريقي فريق قوي، فريق لا يستهان به، يعني يعتبر يصنف من ضمن الفرق القويه في جنوب افريقيا، زيه زي فريق سان داونز، في ده برضو يعني من الفرق اللي يتعمل لها حساب يعني برضو من فريق النادي الاهلي. بس اعتقد ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري اكيد شاهد مباريات اللي في الفريق الجنوب افريقي، ويركز على نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق. الموقف صعب جدا، مش سهل بالنسبه للاهلي ان هو يتجاوز اول دور على طول، دي معروفه، خاصه البطوله ليها في دورتها دي شكل جديد. اهميه المباراه واضح جدا عند كابتن حسام البدري، بدليل ان هو دخل معسكر مغلق باللاعبين قبل المباراه بثلاث ايام، ده دليل قاطع ان هو مركز جدا الفتره اللي احنا فيها. اعتقد ان الاهلي مطالب بالتاكيد ان شاء الله ان احنا هنكسب ونفوز ونعمل نتيجه ايجابيه عشان مباراه العوده، بس المطالب بالحذر، اهم حاجه ما يجيش فيا جون طبعا، عشان اعرف ابقى يعني رايح مرتاح هناك مش قلقان، نحقق نتيجه يعني نكسب ان شاء الله مثلا بنتيجه تبقى كويسه تبقى مناسبه قبل مباراه العوده. بالتاكيد مباراه مهمه جدا، مباراه من العيار الثقيل زي ما انا قلت، امام منافس قوي النادي الاهلي تحديدا طبعا، اللي عينه على البطوله ما بتفرقش معاه اذا كان هيواجه اقوى فريق في الاول او في النهائي، كل مباراه النادي الاهلي بيعتبرها نهائي مبكر. اللعيبه طبعا في حاله تركيز شديده جدا، كابتن حسام البدري في اكتر من قعده مع اللعيبه بركز على اهميه المباراه، اللعيبه شافت اكتر من فيديو واكتر من مباراه البيتفيست سواء في الدوري المحلي او في دور ال 64. المباراه طبعا مش سهله خالص على الاطلاق، انت بتواجه خصم عنيد، فرق جنوب افريقيا بدات تتحسن بشكل كبير جدا في السنين الاخيره، شفنا سان داونز عامل مباريات كويسه جدا، ويمكن ده حتى الارتباط بمباراه بيتفيست اللي عمل نتيجه كويسه جدا يمكن في الاسابيع الاخيره من الدوري الجنوب افريقي مع سان داونز، فده بيؤكد ان هو خصم عنيد وخصم قوي عنده تصميم. برضه من المعروف ان كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي، ده الفوز على النادي الاهلي او عمل نتيجه ايجابيه ده بالنسبه له بيمثل بطوله او بيمثل انجاز كبير، فاتوقع طبعا المباراه هتكون صعبه ومش سهله خصوصا مع بدايه المشوار الافريقي. هي المباراة صعبة بس الأهلي قدير إن هو يقدر يعمل حاجة معاهم، لأن الأهلي فيه لعيبة محترمة بتاعته بيلعبوا حلو متماسكين مع بعض، وأتوقع 2-0 عشان يبقى الماتش اللي جاي يبقى أقوى مرتاح بالنسبة لهم. إلى حد ما هتبقى صعبة شوية، إنما الأهلي عشان بس يستريح يعني يجيب نتيجة كويسة هنا، أهداف بكمية كبيرة أو بعدد كبير عشان لما يسافر يبقى مستريح. هو هيبقى ماتش صعب وماتش مهم، بس لازم يعني الفريق لازم يبقى محور الأساس خط الوسط والدفاع، ولازم نهاجم ونلعب على الكورة اللي هي تكسبنا. دي بطولة أفريقية وإحنا بقالنا كتير ما كسبناش بطولة أفريقية، ولازم نسترجعها بطريق بطولتنا كأهلاوية إن إحنا نشوف بطولة أفريقية. احنا تعودنا عليها من زمان. يعني ان شاء الله لو لعبنا على الهجوم وبرده ورا يعني ما نسيبش الدفاع سايب ولعب على خط الوسط هنكسب 2-1. ان شاء الله ده يكسب و3-0 ان شاء الله الاهلي،
واللي جابهم عمرو جمال وحسام غالي ومام الزكريا. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب وما نجيش في جوان هنا عشان نلعب هناك باريحيه ان شاء الله. اتوقع عبد الله السعيد وجون اجا يجيب جوان يعني. مطلوب من لعيبه الاهلي ان شاء الله يكونوا رجاله تمام ويلعبوا بجد في الماتش تمام، لان يعني في الاول في الاخر عايزين بطوله، والنادي الاهلي تمام يعني احسن نادي في العالم. ان شاء الله الماتش اللي جاي صعب، لازم البدايه ان شاء الله تكون سهله، باذن الله هنكسب ان شاء الله وهناخد البطوله باذن الله. والله هو ماتش صعب على الاهلي، فلازم الاهلي يعني ما يدخلش في جوان هنا، لان يلعب هناك باريحيه اكتر، وان شاء الله 2-0 للاهلي. عبد الله السعيد ومؤمن زكريا. والله انا شايف ان احنا محتاجين البطوله دي جدا عشان نعوض بطولاتنا افريقيا ونقدر نحافظ على السكور بتاعنا. احنا دلوقتي معانا 8 بطولات يبقوا 9 ان شاء الله نروح تاني كاس العالم للانديه. حسام بدري قبل كده راح وعايزين نحقق مركز محترم اكتر من الثالث اللي احنا اخذناه، دي نقطه. تاني حاجه، احنا الحمد لله لعبتنا ممكن تكون مرهقه شويه وفي لعيبه عندها اصابات وكده، بس ان شاء الله يعني انا شايف ان المرحله اللي جايه الكابتن حسام بدري هيقدر يراجع اموره في حاجات كتير جدا، وهو فنيا ممتاز جدا. انا شايف باذن الله الاهلي بامر الله هيكسب 2-1 وباذن الله يؤدي اسلوب احسن من اللي احنا بنشوفه. ماتش صعب وان شاء الله هنكسب، ولازم نرجع تاني لافريقيا عشان احنا غبنا على البطوله كتير، ولازم نرجع نكسبها تاني ان شاء الله. الفريق الجنوب افريقي صعب علينا، بس احنا مفيش حاجه بتقف قصادنا، باذن الله هنكسب سكور كمان 3-0.